بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده ربي سبحانه جل في علاه، وأصلي وأسلم على خير خلقه ومصطفاه نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استن بسنته واهتدى بهديه واقتدى بهداه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية لي وقفتان، الوقفة الأولى مع هذا الجمع المبارك، وهم يحطون رحالهم أمام هذا المكان المبارك، إخوة وأخوات جاءوا ينهلون من معين العلم ويقتفون آثار العلماء الكرام الأجلاء. وإنني أغبط نفسي وأغبطكم على هذه المجالس الطيبة المباركة، وإذ أرى هذه الجموع تحط رحالها أتذكر قول الإمام النووي رحمه الله، يروي عن محمد بن أحمد الطرائفي إذ يقول: حضرت الربيع بن سليمان يوما وقد حط بباب داره 900 راحلة في سماع كتب الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وعن أئمتنا جميعا، وإذ أرى الحرص واللهفة والتسابق إلى حضور هذه الجلسات وسماع هذه الندوات أتذكر كذلك قصة ذلك الإمام المحدث الذي كان على فراش المرض وهو يحتضر، وكان حوله ثلة من أصحابه وجمع من أقرانه، وكان اثنان منهما يتدارسان العلم، فخرجت من أحدهما كلمة قال: حدثنا. فقال الإمام: أجلسوني أجلسوني. فقالوا: يا إمام أرفق بنفسك. قال: أجلسوني أجلسوني. فأجلسوه فأنشدهم بيتا وقال: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقوني لغنتي. وهذا البيت لرجل من العرب أسر وسقاه من أسره خمرا، فأخذ يرفع صوته بالغناء، فأخذوا يسكتونه ويقولون له: لا تغني لا تغني، حتى لا تسمع الطرف المقابل. فقال لهم: تسقوني الخمر ولا أغني. وإنما ذلك الإمام قال هذا الكلام يقول لهم: أتسمعونني الحديث ولا تريدونني أن أجلس؟ وأنا أقول: أتريدوننا ألا نرى مثل هذه المجالس ولا نفرح ولا نسر، وخصوصا في زمن عزت فيه مثل هذه المجالس بعد أن كانت حواضر العالم الإسلامي تغص بمثلها؟ فهنيئا لنا بهذه المجالس، وهنيئا لمن يحضرها، ودعاؤنا موصول لمن أقامها ولمن يساندها ويعمل على أن تكون هذه اللقاءات دوما مستمرة. وإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المجالس شاهدة لنا يوم القيامة، عندما نقف عند الله ونقول له: يا ربنا جئنا نجلس طلبا للعلم والعمل. أقف معكم اليوم في محور القديم والجديد من مذهب أو في مذهب الشافعية، وهذا المذهب العظيم الذي تميز بميزة واتصف بصفة لم توجد في غيره من المذاهب الأخرى، وأعني هذا المصطلح القديم والجديد. ومحاوري معكم اليوم حول المقصود بالقديم والجديد وعلاقتهما بالمذهب، أسباب ظهور هذين المصطلحين، أسباب تغير اجتهادات وأقوال الإمام الشافعي بين بغداد ومصر، هل كان تغير اجتهادات الإمام الشافعي وأقواله مقتصرا على الفروع أم شاملا للفروع والأصول؟
مصادر القديم والجديد، أشهر العلماء الذين رووا القديم والجديد، أمثلة ومسائل من القديم وما يقابلها في الجديد، مقارنة بين المذهبين، الترجيح بين القولين، هل يفتى بالقديم ومظان القديم؟ وأرجو أن يبارك الله في الوقت ونستطيع أن نلم شتات هذا الموضوع. نبدأ أولاً بالمقصود بالقديم والجديد. ينقل الباحثون تعريفاً عن القديم ويصفونه بأنه ما قاله الإمام الشافعي في بغداد قبل انتقاله إلى مصر، لكن التعريف الأدق الذي أمامكم هي أقوال الإمام الشافعي وآراؤه التي قالها قبل خروجه إلى مصر، وأعني بذلك سواء أكان ذلك في بغداد أو في الحجاز. أما الفترة فإنها ما بين سنتي 195 و199 للهجرة. أما القول الجديد فهي أقوال الإمام وآراؤه التي قالها بعد خروجه إلى مصر في الفترة ما بين 199 إلى 204 للهجرة سنة وفاته. سمات الفترتين التي ظهر فيهما القولان باختصار: اتسمت الفترة الأولى بأنها كانت من أخطر الفترات بالنسبة للإمام الشافعي، إذ كانت الفترة الأولى التي يواجه فيها الإمام العالم الإسلامي بأقواله وينشرها في بغداد معقل أهل الرأي، وبفضل الله تعالى وبعقلية هذا الإمام العظيم استطاع أن ينجح في هذا الاختبار، وتسابق الناس إلى حلقته. يقول إبراهيم الحربي: قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي 20 حلقة لأصحاب الرأي، فلما كان في الجمعة لم يلبث منها إلا 3 حلق أو 4. هذا في الفترة الأولى. أما الفترة الثانية فهي فترة النضج والاكتمال، وما يميز هذه المرحلة هو قصر مدتها، ولكن برغم ذلك كانت فترة عظيمة زاخرة بالمصنفات وبتأسيس وترسيخ المذهب واكتماله بمرحلته النهائية. فقد أعطى الإمام الشافعي في هذه المرحلة للدنيا كلها هدية ثمينة، ألا وهي جواز تغير الاجتهاد وتغير الفتوى من وقت لآخر، وأن للإنسان أن يراجع أقواله ويمحصها ليخرج بيقين وتثبت. وكانت هذه المرحلة مرحلة استقرار قواعد المذهب وأصوله، فلم يبق للأصحاب إلا التخريج والتذييل. علاقة القولين بالمذهب: أولاً لابد من معرفة المقصود بالمذهب، فالمذهب عند أهل التشريع مجموعة من آراء المجتهد في الأحكام الشرعية استنبطها من أدلتها التفصيلية والقواعد والأصول التي بنيت عليها، ارتبط بعضها ببعض فجعلها وحدة متسقة. هذا الكلام يبين لنا أمر، وهو أن القولين يعتبران من مذهب الإمام الشافعي، لا يجوز أن يفصلا عن المذهب، لأن الجديد إنما بني على القديم، والقديم كما تعرفون يعتبر المرحلة الثانية من مراحل تطور المذهب. المرحلة الأولى مرحلة التكوين والتأسيس، والمرحلة الثانية كانت هي مرحلة نشر الإمام لأقواله وآرائه في بغداد، والمرحلة الثالثة المرحلة التي استقر عليها المذهب، فلا يمكن أن يفصل قول عن آخر. وعندما نقول مذهب قديم ومذهب جديد، إنما ذلك من باب المجاز، إطلاق الكل وإرادة الجزء. لكن القول القديم يعتبر مذهبا جديدا بالنسبة للمذاهب التي سبقته، إذ كان هناك مذهب أهل الحديث الذي يمثله مذهب الإمام مالك، ومذهب أهل الرأي الذي يمثله الإمام أبو حنيفة، فجاء مذهب الشافعي بأمر جديد مزج بين المذهبين فاعتبر مذهبا جديدا. أما كما قلنا فإن المذهبين أو القولين يعتبران مذهبا
للإمام الشافعي. أما المعتمد والعمل فهذا أمر آخر سيمر معنا إن شاء الله. أسباب ظهور هذين المصطلحين في مذهب الشافعية أولاً دون غيره من المذاهب الفقهية الأخرى، فمعلوم أن أئمة المذاهب الأخرى عرف عنهم تقليد اجتهاداتهم والرجوع عن بعض أقوالهم وتهذيب وتنقيح مصنفاتهم، إلا أنه لم يعرف عنهم مثل هذا المصطلح. فلما يا ترى ظهر في مذهب الشافعي ولم يظهر في غيره؟ هناك جملة من الأسباب. السبب الأول تغير الاجتهاد بتغير المكان، إذ رافق تغير اجتهاد الإمام انتقاله من مكان إلى آخر، وهذا لم يحصل لإمام قبله. وهنا سؤال يطرح نفسه: ما سبب انتقال الإمام الشافعي من بغداد إلى مصر؟ هناك سببان. السبب الأول هو منهج الإمام الشافعي في السفر والتنقل للتزود بالعلم، وقد وردت عنه أشعار يحث فيها على السفر والانتقال للاستزادة من طلب العلم، هذا سبب. وسبب آخر يذكره الحافظ البيهقي في كتابه مناقب الشافعي، يقول: قيل للشافعي إن بمصر فرقة مالت إلى مذهب أبي حنيفة وأخرى إلى مذهب مالك، وكل واحدة تناضل عن مذهبها، فقال: إني لا أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعا. قالوا: ففعل ذلك والله حين دخل مصر. إذن هذا هو السبب. ثانيا، أن الإمام الشافعي كان قد دون اجتهاداته التي رجع عنها في عدد من مصنفاته التي وصفت بالعراقية والتي ستمر معنا بعد قليل، وعندما انتقل إلى مصر صنف مصنفات أخرى، فكانت مصنفات عراقية وأخرى مصرية مختلفتين عن بعضهما في مضمونهما وفي رواتهما. السبب الثالث أن تلاميذ الإمام الشافعي الذين نقلوا اجتهاداته في العراق ورووا عنه مصنفاته التي تضمنت تلك الاجتهادات لم ينتقلوا معه إلى مصر، حيث ظهر له تلاميذ مصريون جدد نقلوا عنه اجتهاداته مع ما أحدثه عليها من تغيير وزيادة سواء في الفقه أم في الأصول. فوجدت طائفتان مختلفتان من التلاميذ، عراقيون ومصريون، وكل طائفة تروي ما لا ترويه الأخرى من مصنفات وفقه، وشيخهم جميعا الإمام الشافعي رحمه الله. وثمة سبب آخر قد يكون وجيها، وهو حجم التغير الذي طرأ على أقوال الإمام الشافعي واجتهاداته مما لم يطرأ على أقوال واجتهادات أئمة المذاهب الأخرى. الأمر الآخر: ما هي أسباب تغير اجتهادات وأقوال الإمام الشافعي بين بغداد ومصر؟ لماذا غير الإمام اجتهاداته؟ وهذا أمر مهم. أولاً، السبب الأبرز الذي يذكره العلماء اطلاع الإمام الشافعي على كثير من السنن والآثار مما لم يكن قد سمعها من قبل، وذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله التقى بعلماء جدد في مصر من رواة السنن، منهم اطلع على فقه الإمام الأوزاعي من خلال تلاميذه الذين استوطنوا مصر، وفي مقدمتهم عمرو ابن أبي سلمة الدمشقي وبشر ابن بكر البجلي الدمشقي، كما اطلع على فقه الإمام الليث بن سعد من خلال تلاميذه، وفي مقدمتهم يحيى ابن حسان التنيسي، ويروى أنه عندما دخل مصر ذهب وزار قبر الليث ووقف هناك وتمنى لو أنه التقى به ورآه. كما التقى الإمام الشافعي مع عدد من كبار تلاميذ شيخه الإمام مالك والذين استوطنوا مصر، وفي مقدمتهم عبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيز، وأفاد الإمام الشافعي من هذه اللقاءات
بأن اطلع على مرويات جديدة من الأحاديث النبوية وآثار عن الصحابة لم يكن قد سمعها من قبل. وهناك أمر يشهد لهذا السبب، وهو أن عدداً غير قليل من شيوخ الإمام الشافعي في رواية السنن والآثار مصريون. ذكر ذلك الإمام البيهقي عندما جمع أسماء شيوخ الإمام الشافعي ورتبهم حسب بلدانهم، ومنهم المصريون، وذلك في كتابه مناقب الشافعي، وفعل مثله الحافظ ابن حجر، إلا أنه رتب الشيوخ على حروف المعجم في كتابه توالي التأسيس. السبب الثاني الاختلاف في عامل الترجيح، وذلك في ثلاثة أمور. الأمر الأول الترجيح والجمع بين الأدلة النقلية. الأمر الثاني التمسك بظواهر النصوص في مقابل قياس أو غيره. الثالث ترجيح قياس على قياس، وسوف يمر معنا إن شاء الله عند تحليلنا لبعض المسائل في القولين القديم والجديد. الأمر الثالث اختلاف البيئة، وهذا السبب ينكره بعض العلماء ويقولون إن البيئة لم يكن لها أثر في تغير فقه الإمام واجتهاده، ويستدلون على ذلك يقولون إن التغير الذي طرأ على فقه الإمام من خلال التتبع لم نجد هناك مسائل لها ارتباط بالبيئة، وكذلك يقولون إن الأصول والقواعد ليس لها أثر في اختلاف البيئة، والإمام الشافعي يتتبع قواعده وأصوله. السبب الثالث السبب الرابع النضج العلمي والفكري نتيجة التطواف في أهم معاقل العلم والعلماء، أعني بذلك مكة والمدينة والعراق ومصر، فالتجربة أو التطواف الذي حصله الإمام الشافعي جعل عنده سعة في الاطلاع والدراسة. السبب الخامس مراجعة الإمام لكتبه ومؤلفاته، حيث ظهر له من الأدلة ما يوجب الرجوع عن بعض آرائه القديمة بعد التدقيق والتمحيص، وهذه سمة من سمات الإمام الشافعي، إذ كان دائما النظر والتمحيص في الأدلة، وسوف يمر أيضا أنه توقف في بعض المسائل ولم يقطع بها. السبب السادس هو تقدم السن مع التجربة، فكلما تقدم الإنسان في بسنه زاد رسوخه في الأفكار ونضجا في الآراء وبلوغا في الأشد. قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. رابعا هل كان تغير اجتهادات الإمام الشافعي وأقواله مقتصرا على الفروع أم شاملا للفروع والأصول؟ طيب نأجل السؤال في لما بعد. طيب هل كان تغير اجتهادات الإمام الشافعي وأقواله مقتصرا على الفروع أم شاملا للفروع والأصول؟ يذكر البعض أن التغير كان في الفروع فقط، لكن المحققين والمدققين قالوا إن التغير طال الفروع والأصول، ويستدلون على ذلك بأن الإمام الشافعي غير تصنيف كتاب الرسالة وهو كتاب في الأصول، حتى إن الحافظ البيهقي اطلع على الرسالتين العراقية والمصرية جعلته يعدهما كتابين منفصلين للإمام الشافعي، وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر عند تعداده لمصنفات الإمام الشافعي، بل إن الفخر الرازي صرح بذلك فقال اعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة في بغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل منهما علم كثير.
وقد ذكر ذلك محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. مصادر القديم والجديد، ونبدأ أولا بمصادر القديم، ويمثلها الحجة، وكان الإمام الشافعي يسميه الكتاب البغدادي، وهو من أهم كتب الشافعي التي تمثل قوله القديم في الفقه والفروع، وهو كما جاء في وصفه كتاب ضخم. أما قصة تأليف كتاب الحجة فيروي الإمام البويطي قال الشافعي: اجتمع علي أصحاب الحديث فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة، فقلت: لا أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم، فأمرت فكتب لي كتب محمد بن الحسن، فنظرت فيها سنة حتى حفظتها، ثم وضعت الكتاب البغدادي. قال البويطي: يعني الحجة. فالذي يظهر من هذا القول أن مذهب الإمام الشافعي القديم الذي وضعه في بغداد كان في غالب أمره ردا على مذهب أهل الرأي. الكتاب الثاني الرسالة القديمة، وهي كما قيل إنه ألفها في بغداد أو في مكة، وقد مر الكلام عنها من قبل أساتذة الكرام. ثانيا مصادر القول الجديد، يمثلها كتاب الأم في مصر والرسالة الجديدة التي بين أيدينا اليوم. العلماء الذين رووا القديم والجديد، ونبدأ بالعلماء الذين نقلوا القديم، ونذكر منهم أشهر أربعة: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو إمام علم غني عن التعريف. الإمام أبي ثور، واسمه إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبي، قال عنه ابن حبان: وكان أحد أئمة الدنيا علما وفقها وورعا وفضلا وديانة وخيرا. لا، ربما هنا 270، نعم 270 هجرية. علاقته بالإمام الشافعي، يقول طبعا الإمام أبو ثور كان من أصحاب الرأي، فيذكر قصة انتسابه لمذهب الإمام الشافعي. يقول أبو ثور: لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي، وكان يختلف معي إلى أهل الرأي، فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به. فقمت وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأل الحسين عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. والمقصود بالبدعة أنهم كانوا يسخرون بأهل الحديث، أو أنهم كانوا يغالون بالرأي ويتمادون به. الكرابيسي، الحسين بن علي بن يزيد الفقيه البغدادي، والكرابيسي نسبة إلى مهنته، وهو أنه كان يبيع الثياب الغليظة، ومفردها كرابيس أو كرباس عفوا، وهي لفظة فارسية معربة. علاقته بالإمام الشافعي، قال أبو عاصم العبادي: لم يتخرج على يد الشافعي مثل الحسين، يعني الكرابيسي، وفي تهذيب التهذيب، وصحب الشافعية وحمل عنه العلم، وهو معدود في كبار أصحابه. الإمام الرابع الزعفراني أبو علي الحسن ابن محمد ابن الصباح البزار الزعفراني، ينسب إلى قرية قرب بغداد اسمها الزعفرانية. علاقته بالإمام، قال الماوردي: هو أثبت رواة القديم. يقول الزعفراني: قدم علينا الشافعي واجتمعنا إليه، فقال: التمسوا من يقرأ لكم، فلم يجترئ أحد أن يقرأ عليه غيري، وكنت أحدث القوم سنا، ما كان في وجهي شعرة، فقرأت عليه الكتب كلها إلا كتابين، فإنه قرأهما علينا: كتاب الصلاة وكتاب المناسك. والزعفراني هو راوي كتاب الحجة. أشهر علماء القول الجديد، أولا البويطي، وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين وأقربهم إليه، ولذلك أوصى له بحلقته بعد موته، فقال:
الحلقة للبويطي. وقال عنه: ليس أحد من أصحابي أعلم منه. وكان الشافعي يعتمد عليه في الفتية ويحيل عليه إذا جاءت مسألة. ويذكر عنه قال الربيع: كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله. وقال ابن أبي الجارود: كان البويطي جاري، فما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا وسمعته يقرأ ويصلي. حرملة أبو حفص وأبو عبد الله حرملة بن يحيى التجيبي بالولاء نسبة إلى تجيب قبيلة بمصر الزميلي المصري، كان من أكثر الأصحاب ملازمة للشافعي واقتباسا منه. المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل نسبة إلى مزينة بنت بكر قبيلة مشهورة بمصر، وذكر ابن نديم أنها من قبائل اليمن. علاقته بالشافعي يعتبر المزني إمام الأصحاب وأعرفهم بطريقة الشافعي وفتاواه وما ينقله عنه، إلى جانب تفوقه عليهم في النظر والجدل ودقة الفهم والورع وحسن الخلق. وكان يقول عن نفسه: أنا خلق من أخلاق الشافعي، ولجلالة قدره ومنزلته كان هو من غسل الإمام الشافعي رحمه الله. الربيع المرادي ومنزلته عند الإمام الشافعي كبيرة، إذ كان يقول له: يا ربيع، لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك. ويقول له: ما أحبك إلي. وهو راوية كتبه. ومن الطرف التي حصلت بين الربيع والإمام الشافعي أنه دخل الربيع على الإمام الشافعي يوما وكان مريضا، فقال الله: يا إمام، قوى الله ضعفك. فقال له: يا ربيع، لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال: والله يا إمام، ما أردت إلا الخير. قال: يا ربيع، أعلم أنك لو سببتني وشتمتني ما أردت إلا الخير. ننتقل إلى أمثلة ومسائل من القول القديم وما يقابلها في الجديد، ونحلل منها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الترتيب في الوضوء ركن، فإن تركه عامدا لا يصح وضوءه في القديم والجديد، لكن إن تركه ناسيا. القديم إن نسي الترتيب صح وضوءه، ويستدل له بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. الدليل الثاني: قياس الوضوء على غسل الجنابة، في أن كلا منهما طهارة فلم يجب فيها الترتيب. القول الجديد: إن ترك الترتيب ناسيا يعتبر كتركه عامدا لا يصح الوضوء كما لو ترك سائر الأركان. الدليل: أولا، التمسك بظاهر آية الوضوء على الترتيب. ثانيا، أحاديث مستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوا فيها وكثرة اختلافهم في صفاته مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، لكن لم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة. الدليل الثالث: قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نبدأ بما بدأ الله. قال الشافعي: ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافا حتى يكون بدءه بالصفا، فكان الوضوء في هذا المعنى. سبب التغير: نلاحظ أن الشافعي في القديم اعتمد على حديث ضعيف قال العلماء عنه لا يعرف، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما في الجديد فقد استند إلى أحاديث صحيحة. السبب الثاني: تبين الإمام الشافعي أن قياس الوضوء على غسل الجنب قياس مع الفارق، لأن جميع بدن الجنب شيء واحد، فلم يجب ترتيبه كالوجه أو كالوضوء، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة منفصلة.
السبب الثالث: الالتفات إلى قياس جديد أقوى، وهو قياس الوضوء على السعي بين الصفا والمروة المستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله. المسألة الثانية: من ترك الفاتحة حتى سلم أو ركع. في القديم تسقط عنه القراءة وتصح صلاته، لما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: فلا بأس. القول الجديد: لا تسقط عنه القراءة، بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل، فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة من جديد. سبب التغير: رجوع الشافعي عن قوله الأول لوجود دليل أقوى مما استند إليه في القديم، فالأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه ضعيف، لأن أبا سلمة ومحمد ابن علي لم يدركا عمر رضي الله عنه. كذلك هذا الدليل يتطرق إليه الاحتمال بأن يكون محمولا على أنه أسر بالقراءة، أما دليل الجديد فكما ذكر الإمام البيهقي هي رواية موصولة عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد. قال البيهقي: وهذه الرواية موافقة للسنة في وجوب القراءة وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان. المسألة الثالثة: حكم العمرة. في القديم أنها سنة، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا فهو أفضل، أخرجه الترمذي. الجديد: العمرة فرض. قال النووي: إنه الصحيح باتفاق الأصحاب، والدليل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وإسناده على شرط البخاري ومسلم. سبب التغير: نلاحظ حديث الترمذي المذكور فيه الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ، وحديث آخر أيضا فيه محمد ابن المنكدر قال فيه عن وهو مدلس، والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف عند العلماء. أما الأدلة التي بنى عليها قوله الجديد فهي أقوى وأصح، ولذلك رجع عن قوله. هذه المسائل الثلاثة. نذكر مسائل أخرى على وجه السرعة: مانع الزكاة المقر بوجوبها في القول القديم: تؤخذ منه وشطر ماله عقوبة له. القول الجديد: تؤخذ منه ويعزر. المسألة الثانية: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، هل تلزمهما الفدية؟ في القديم لا فدية عليهما، وقيل مستحبة، وفي الجديد تلزمهما الفدية مد من طعام عن كل يوم. المسألة الثالثة: الأضحية المريضة مرضا يسيرا، في القديم لا تجزئ، في الجديد تجزئ. مسألة أخرى: إذا فرق زكاة نفسه ثم ظهر أن بعض من أخذ لم يكن مستحقا، بأن خرج من قدره فقيرا غنيا، أعطى فقير وقدر أنه فقير فخرج هذا الفقير غني، في القديم لا تلزمه أو لا يلزمه تثنية الزكاة، أي أداؤها مرة ثانية، لأن في ذلك عسرا، ولا يتمكن الواحد من نهاية البحث، وفي التثنية ثقل على أرباب الأموال. أما في الجديد يلزمه أداؤها مرة ثانية لأنها لم تقع موقعها، ولأنها من ضمانه إلى أن يوصلها إلى مستحقها. التعزير بأخذ المال، مصادرته أو إتلافه. في القديم يجوز التعزير بالمال، وفي الجديد لا يجوز التعزير بالمال. ننتقل إلى مقارنة بين المذهبين.
في القول الجديد أول سمة من سمات القول الجديد كثرة الأقوال في المسألة الواحدة، وتبعاً لهذه الأقوال تعددت الوجوه، فيقال في المسألة وجهان أو أوجه. ومن باب حسن الظن الذي يجب أن نظنه في الإمام أن الشافعي دائم الفحص في الأدلة، ومتى ظهر له دليل أقوى ذهب إليه، أليس هو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ وهنا لابد أن نقف وقفة قليلة أو قصيرة مع معنى قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي. العمل بالحديث الصحيح إذا خالف قول الشافعي واجب، ولكن بشرطين ذكرهما النووي، حيث قال: وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك، ذكر هذا الإمام النووي في المجموع. السمة الثانية من سمات الجديد الاحتياط، فالناظر في مسائل القديم والجديد يرى أن الفقه الجديد يعتمد على أصل الاحتياط في الأعم الغالب، فإذا لم يوجد دليل نصي في الواقعة يحسم النزاع تجد الجديد يختار الرأي الأحوط. قال الفخر الرازي: اعلم أن التمسك بقاعدة الاحتياط لا بد فيها من رعاية دقيقة، وهي أنه إذا لم يوجد في المسألة نص يدل بصريحه على الحكم كان الرجوع إلى قاعدة الاحتياط معتبرا، أما إذا كان النص موجودا كان التمسك بقاعدة الاحتياط لغوا. وقد بين الفخر الرازي رحمه الله عند تعرضه لقاعدة الاحتياط عند الشافعي أن هذه القاعدة من المرجحات لمذهب الإمام الشافعي على غيره من المذاهب، وذلك من خلال وجهين: وجه إجمالي بين فيه أن الشافعي في أكثر الأمر كان يفتي بناء على ظواهر النصوص، الأمر الثاني أنه كان يصدر الباب من الفقه بآية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثالثا أنه استفاض عن الشافعي قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، رابعا أنه توقف في بعض المسائل الفقهية، بل توقف حتى في بعض المسائل الأصولية كصيغة الأمر المجردة عن القرينة. وقال الفخر الرازي معلقا: وذلك يدل على أن رغبته في الدين كانت أقوى من رغبته في الجاه والذكر الجميل، لأن الذي لم يظهر له فيه وجه الرجحان أقر فيه بأنه لم يظهر له ذلك، ولم يبالي بأن يقول فيه بعض الناس إنه عجز عن الترجيح، وكل ذلك يدل على أنه كان في غاية الاحتياط في أمر الدين. أما الوجه التفصيلي فبين الفخر الرازي مجموعة من اختيارات الشافعي الفقهية التي يظهر منها أن الشافعي كان يراعي فيها مبدأ الاحتياط، من ذلك مسألة من تيمم وصلى ثم علم أن في رحله ماء في الجديد يعيد الصلاة في القديم لا إعادة عليه، الترتيب بين أعضاء الوضوء في الجديد كما تقدم واجب، وفي القديم إن نسي الترتيب فلا شيء عليه وصح وضوءه، في اللعان عندما يلاعن الرجل زوجته ويكون هناك نفي نسب الولد، في الجديد النفي يكون على الفور، في القديم قولان أحدهما يجوز إلى 3 أيام والثاني له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه، هذا في الأعم الأغلب، وهناك طبعا لكل قاعدة قد يشذ بعض الأمور، مثل الموالاة بين أعضاء الوضوء في الجديد سنة
في القديم واجبة، لكن في الأعم الأغلب كان الاحتياط هو سمة من سمات الجديد. السمة الثالثة: الجديد يمتاز عن القديم في عمومه بالإتقان والدقة والتزام النصوص الصريحة. سئل الإمام أحمد عن رأيه في كتب الشافعي في المرحلتين، فقال للسائل: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. من الأمثل على ذلك المسح على الخفين. في القديم المسح غير مؤقت، دليله كما في المهذب للشيرازي ما روي عن ابن أبي عمارة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أمسح على الخف؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. وروي ما بدا لك، وروي حتى بلغ سبعا قال: وما بدا لك. رواه أبو داود والدارقطني. ومن المعقول استدل بأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر. في الجديد أن للمقيم المسح على الخفين يوما وليلة لا يتجاوز ذلك، وأن للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها لا يتعدى ذلك، وجاءت في ذلك الأخبار الصحيحة، منها ما روى الشافعي بسنده عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، وهذا الذي عليه كافة الشافعية، وهو قول عامة الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد، وهو مروي عن جمهور الصحابة والتابعين. والقديم عند الشافعية ضعيف واهٍ جدا، لم يذكره كثيرون من رجال المذهب، وهو المشهور عن مالك، وبه قال أكثر الصحابة والليث وربيعة الرأي. ولكن هذا أيضا نتكلم عن سمات في الغالب، قد تكون هناك أمور شواذ من ذلك، قد يكون القديم أتقن وأكثر اتباعا للصحيح من النصوص، مثل آكد الاغتسال، الغسل الآكد، هل هو غسل غاسل الميت أم غسل الجمعة؟ في الجديد غسل غاسل الميت آكد ثم غسل الجمعة، في القديم غسل الجمعة آكد ثم غسل غاسل الميت. قال النووي في المنهاج: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح. ولو تتبعنا لوجدنا أن غسل الجمعة قد وردت فيه أحاديث صحيحة وعديدة، منها حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وروي عن ابن عمر يبلغ به، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أما الأحاديث الواردة في الغسل من تغسيل الميت فلا تصل إلى درجة ما جاء في غسل يوم الجمعة. أقواها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل أو من تغسيل الميت فقال: يجزيه الوضوء. وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. فالحاصل أن الجديد هنا أضعف من القديم، ولذلك رجح الأكثرون من الشافعية القديم كما حكى ذلك النووي فيما تقدم. السمة الرابعة: الجديد أكثر التزاما بظواهر النصوص، والقديم أكثر مراعاة للحاجة ورفع المشقة. مثاله مسألة المفقود: من غاب وانقطع خبره. في الجديد: ليس لزوجته نكاح حتى تتيقن موته أو طلاقه. قال الشافعي في مختصر المزني في امرأة الغائب: أي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. وفي مغني المحتاج أن دليل الشافعي ما روي عن علي رضي الله عنه قال: امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها، يعني موته. قال الشافعي: وبه نقول. أما القديم فإن امرأة المفقود تتربص 4 سنين من وقت انقطاع خبره، ثم تعتد لوفاة 4 أشهر و10 أيام وتنكح غيره، وقد قضى عمر رضي الله عنه بذلك.
فالجديد أخذ برأي علي ولم يأخذ بقول عمر، لأن الأول والله أعلم موافق لظواهر النصوص. في عقد المساقاة، الأصل فيما ترد عليه صيغة عقد المساقاة النخل، والعنب يقاس عليه بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص أي التقدير في كل منهما. هذا قول الجديد، يقتصر عقد المساقاة على النخل وعلى العنب، ودليله ظواهر النصوص الواردة في المساقاة. فالثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أما في الجديد فإن المساقاة تكون في كل الأشجار، ودليلهم مراعاة الحاجة. قالوا المساقاة، أو قال في القديم المساقاة شرعت للحاجة، فمالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ لذلك، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال، وهذا إلى العمل، وهذه الحاجة متحققة في جميع الأشجار. ومن الذين اختاروا القديم من الشافعية النووي، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول الخلفاء الراشدين، وبه قال سعيد بن المسيب. خامسا، لا، قلنا الجديد أكثر التزاما بظواهر النصوص والقديم أكثر مراعاة للحاجة. لا، قلنا دليل القديم، القديم قال في كل الأشجار المساقاة، والحاجة متحققة أن تكون عقد المساقاة في كل الأشجار. وصلت؟ نعم. السمة الخامسة، أكثر القديم يوافق الإمام مالك رحمه الله، وهنا تساؤل يثار وقد أثير من قبل، هل كان الشافعي في قوله القديم مالكيا؟ الشافعية ينفون ذلك. قال النووي في المجموع: اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب مالك، بل هو قول مجتهد قد يوافق مالكا وقد يخالفه، لكن بعض المالكية يعدون الشافعي قبل أن يضع كتابا في خلاف مالك يعدونه من المالكية، ولذلك يريدون له ترجمة في بعض كتبهم، كما ذكر في كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون رحمه الله. وهنا لدينا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، ولو كان هناك وقت لوقفنا معه قليل، لأنه كان من رواة الجديد، ثم انتقل بعد وفاة الشافعي إلى مذهب أبيه، وهو الذي ذكر هذا الأمر، ذكر أن الشافعي كان مالكيا. قال: لم يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا يخالفه إلا كما يخالفه بعض أصحابه، ثم وضع كتابا على مالك، يعني كتاب الخلاف، وإلا فإنه كان الدهر كله إذا سئل عن الشيء قال: هذا قول الأستاذ، يعني مالكا. محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم لما جاء الإمام الشافعي إلى مصر كان عمره 17 عاما، فجلس في حلقة الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي يحبه ويقربه كثيرا، وأبوه كان قد آلت إليه رئاسة الفقه بعد أشهب، فحدث له انتقاد لأبيه عن جلوس ابنه في حلقة الشافعي، فجعل الناس يسألونه، فقال أبوه: ما عليكم، هذا حدث، يريد أن يتعرف إلى أقوال الرجال. ولكن يقول محمد: إن أباه كان في السر يقول له: اذهب إلى ذلك الرجل واستمع إليه، فإنك إذا ذهبت إلى مكان غير هذا المكان الذي نحن فيه وقلت قال أشهب يقول لك: من هو أشهب؟ لكن إذا قلت قال الشافعي فإن الناس يعرفون الشافعي. لكن هنا قصة كتاب اختلاف مالك، وهو الذي جعل محمد ابن عبد الحكم يقول ذلك القول. وقصة كتاب اختلاف مالك أن الإمام الشافعي
وصلته أخبار عن بعض المالكية في الأندلس يغالون في الإمام مالك، حتى كان يقال لبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة كذا، فيقولون ولكن مالكا قال كذا. كما يروى أن كان هناك قلنسوة للإمام مالك كان يستسقى بها، فأراد الإمام الشافعي وهو رجل إصلاحي مصلح أن يرد الناس عن هذا الخطأ، فألف هذا الكتاب ليقول للناس إن الإمام مالك بشر يصيب ويخطئ، فبين لهم بعض الأخطاء التي وقع فيها الإمام مالك. وإلا فالإمام الشافعي رحمه الله لم يرد النيل من الإمام مالك. ويروى أيضا أنه بعد أن كتب هذا الكتاب مكث سنة لم ينشره حتى استخار الله سبحانه وتعالى ونشره، وهو الذي كان يقول إنني أجعل الإمام مالكا حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقول في الإمام مالك شيئا. والشيء بالشيء يذكر، هذا الإمام العظيم الإمام الشافعي الذي يعرف للناس قدرهم وخصوصا العلماء منهم، عندما دخل بغداد ذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة زائرا ومترحما، وصلى بالقرب من قبره ركعتين ولم يرفع يديه عند الإحرام أو الانتقال، ومذهب الشافعي رفع اليدين. فلما سئل عن ذلك قال لم أشأ أن أظهر خلافا بحضرة الإمام. فهذا الإمام العظيم لا يمكن، ولذلك المنصفون من المالكية ذكروا عكس ذلك، وفي مقدمتهم الإمام ابن عبد البر يقول أن الإمام الشافعي في مرحلتيه القديم والجديد مجتهد مثل الإمام مالك ومثل أبي حنيفة ولم يكن مالكيا. وثمة أمر آخر، كيف يكون الإمام الشافعي مالكيا وهو في قوليه القديم والجديد لا يعترف أو لا يعمل بأصلين من أهم أصول الإمام مالك، وهما عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة، فالعمل والاعتبار عنده لما هو نص أو حمل على النص. أما تأثير الإمام مالك في الشافعي فأمر لا ينكر، وهذا شيء طبيعي، الذي تتلمذ على الشيخ وحفظ الموطأ وأتقنه لا يمكن أن يخرج عنه بسهولة، لذلك وجدت موافقات كثيرة في مذهب الشافعي توافق مالكا، ووجد أيضا خلاف في ذلك، وفي الجديد أيضا وجدت موافقات ووجد العكس. من الأمور التي وافق الإمام مالك في الجديد وخالفه في القديم نذكر مسألة التيمم. في الجديد أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، واستدل له الشافعي بحديث ابن الصمة وكذا بحديث ابن عمر الموقوف عليه، والذي استدل به مالك في الموطأ أيضا أنه مالك عن كيفية التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. إذن وافق مالك في الجديد وخالفه في القديم. في وقت المغرب، الجديد يجعل للمغرب وقتا واحدا هو أوله، وهو مذهب مالك. في الأذان للصلاة الفائتة، في الجديد لا يؤذن للفوائت ويقيم لكل واحدة منها، وهو قول مالك. ننتقل لضيق الوقت إلى الترجيح بين القولين، ولدينا صور ستة. إذا كان هناك قولان قديمان، أو قديم لم يخالفه في الجديد، أو قديم وجديد، قولان جديدان رجح أحدهما، قولان جديدان في وقتين مختلفين، قولان جديدان قالهما في وقت واحد. في الصورة الأولى، ما هو الحكم إذا كان هناك قولان قديمان؟ ينظر، إذا كان هناك قول جديد يخالفهما فالقول الجديد هو المرجح، إذا لم يوجد وكان هناك فقط قولان قديمان
يعمل أو يرجح بينهما بأوجه الترجيح المعتبرة عند الشافعي. في الصورة الثانية، قديم لم يخالفه في الجديد العمل بالقديم. الصورة الثالثة، قديم وجديد العمل بالجديد. قولان جديدان، رجح أحدهما القول للمرجح. القولان جديدان في وقتين مختلفين، ينظر فيؤخذ الآخرة منهما. نعم، القولان الجديدان قالهما في وقت واحد. طيب، في المسألة أو في الصورة الخامسة، إذا لم يعلم الوقت فيلجأ إلى أوجه الترجيح المعتبرة. قولان جديدان قالهما في وقت واحد، ما العمل؟ قالوا إن هذه المسألة يطلق عليها مسألة التردد عند الإمام الشافعي. وهنا لابد لنا من وقفة عند مسألة التردد. أشار النووي وغيره من أئمة المذهب أن ذلك لم يوجد إلا في 16 مسألة أو 17 مسألة. قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله: إن الشافعية يحاولون تقليل عدد هذه المسائل تعصبا للشافعي، يعني كيف يتردد الإمام ولا يقطع بمسألة، ظنا منهم أن التردد في القول ينقص من قدر الإمام ويوحي بقصر اجتهاده، كما أخذه المتعصبون على الإمام الشافعي ورأوا أن كثرة الآراء منقصة فيه ودليل على عدم الوصول إلى الحق. الشيخ أبو زهرة ذكر 8 مسائل غير التي ذكرها الإمام النووي، ليقول إن هناك أكثر من هذا العدد، لكنه دافع عن الإمام بعبارات مطولة أنقل منها جملة مختصرة معبرة مما قال: وقد رددنا زعمهم وبينا أن العمل يوجب التردد في كثير من الأحيان، أو أن العلم يوجب التردد في كثير من الأحيان، وأن التردد عن بينة علم، وأن اليقين عن غير بينة جهل. وأنتقل بكم إلى 5 الهجري لنجد الإمام الجويني رحمه الله يثير هذه التهمة ويردها. يقول في كتابه البرهان: استبعد مستبعدون من الذين قصرت هممهم عن درك الحقائق تردد الشافعي في أقواله في بعض المسائل، وتخيلوا أن ذلك حكم منه بحكمين متناقضين، وجمع بين تحليل وتحريم في قضية واحدة، وهذا جهل من الظان وعماية وقلة دراية. فإن التردد الذي ذكره الشافعي هو نفي المذهب، يعني ليس لي مذهب إلى الآن في هذا، واعتراف بالاعتراض والإشكال، المسألة مشكلة، وتصريح منه أنه لا مذهب لي في الواقعة بعد. والشافعي بعدما ردد الأقوال استقر رأيه على قول واحد في جلة المسائل، ولم يبق على التردد إلا في 18 صورة، فهو ليس كثير التردد. وفي هذا السفر العظيم، وأعني به نهاية المطلب الذي خرج منذ زمن قصير، بيّن إمام الحرمين أن ترديد القول ليس بدعة في الشرع، بل وجد من الصحابة تردد في أقوالهم، وذكر شاهدين على ذلك. ذكر قول عثمان رضي الله عنه في حكم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، إذ قال رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، أحلتهما آية وحرمتهما آية، أي ردد رأيه ولم يقطع عثمان رضي الله عنه، وهو يشير إلى آية أو ما ملكت أيمانهم في سورة المعارج، فعموم الآية يقتضي الإباحة، وأراد بالآية الأخرى قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. الشاهد الثاني في ذات المسألة قول عمر رضي الله عنه عندما سئل عن ذلك قال: أما أنا فلا أحب ذلك، فكرهه في خاصة نفسه ولم يقطع بتحريمه. وقد صنف الإمام المناوي شمس الدين الشافعي رسالة في هذه المسألة بعنوان: فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد. وفي هذه المسألة أختم أيضا بكلام إمام الحرمين، إذ قال:
وبالجملة لا ينكر تردد المجتهد في المظنونات، لا ينكر تردد المجتهد في المظنونات إلا أخرق لا يعرف مسالك الاجتهاد. وهذا احتياط من الإمام الشافعي كما مر سالفا. عاشرا، المسائل التي يفتى فيها بالقديم، هل تعد من مذهب الإمام الشافعي؟ طبعا المسائل أوصلها البعض إلى 20 أو 22 مسألة يفتى فيها بالقديم. أما هل تعد هذه المسائل من مذهب الإمام الشافعي؟ الصحيح الذي عليه المحققون أنها لا تعد من مذهب الشافعي، بل تعد اختيارا من المجتهد لقول ظهر دليله للمجتهد فأفتى به، ويكون هذا الاختيار من المجتهد من قبيل اختيار مذهب غير الشافعي إذا أداه إليه اجتهاده، فإنه إذا كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده، وهذا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله. وهذا بشرط أن لا يكون هناك حديث صحيح يعضد القول القديم المختار ولا معارض له، فإنه حينئذ يكون مذهبا للشافعي عملا بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. بعض المسائل التي يفتى فيها بالقديم: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد، التثويب في الأذان، عدم انتقاض الوضوء بمس المحارم، طهارة الماء الجاري الكثير ما لم يتغير، كراهية قلم أظفار الميت. وقد ذكر أو نظم بعضهم هذه المسائل في منظومة عد منها 21 مسألة. مظان القديم: الكتب التي يشار فيها إلى القول القديم، أولها المختصر للمزني، فكثيرا ما يذكر وجه اختيار القديم وجه العدول عنه إلى الجديد. المهذب للإمام الشيرازي يذكر فيه الأحكام مع أدلتها ويعتني بذكر الأقوال القديمة. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحمد الشاش القفال، وهو يحكي الأقوال القديمة والجديدة مجردة عن أدلتها، كما ويعتني بذكر المذهبين الحنفي والمالكي. فتح العزيز شرح كتاب الوجيز للغزالي للإمام الرافعي، فتح العزيز أحد أعمدة محققي المذهب، يسرد الأحكام مع أدلتها، وفيه مجموعة من الأقوال القديمة بأدلتها، وأحيانا يشير إلى المذاهب الأخرى. المجموع شرح المهذب للإمام النووي أحد أعمدة محقق المذهب أيضا، وهو أوفى كتب الشافعية في حكاية القديم وبيان اختلاف الأصحاب في ثبوته أو عدم ثبوته، ومن الذي حكاه، ومن الذي أنكره، ولماذا أنكره، وما هو الصحيح من القولين القديم أم الجديد، ومن هم الأصحاب الذين اختاروا القديم. منهاج الطالبين للإمام النووي فيه الأقوال القديمة والجديدة مجردة عن الأدلة. وهناك رسالة ماجستير بعنوان الإمام الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن المنهاج للنووي، وفي هذا السفر العظيم أيضا نهاية المطلب في دراية المذهب. دراسات معاصرة حول هذا الموضوع، أعني القديم والجديد، هناك مجموعة من الدراسات التي أفردت هذا الموضوع بالدراسة والبحث، منها رسالة دكتوراه للدكتور عبد السلام نحراوي الإندونيسي الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد، ورسالة دكتوراه أيضا القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال كتاب منهاج الطالبين للنووي للدكتور محمد سميعي سيد عبد، ورسالة ماجستير بعنوان القديم والجديد في فقه الشافعي، وكتاب بعنوان المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد، والذي ذكرناه قبل قليل الإمام الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن المنهاج للنووي لسلوان عبد الخالق علي. وختاما نختم بأقوال للإمام الشافعي يقول فيها: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما،
تعاظمت ذنوبي، فلما قارنتها بعفوك كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب تجود وتغفر منة وتكرما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل هذا العلم شاهدا لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.